مشوقة الآن من داخل نادي الرياضي الجيم تكساس. بداية مع الأستاذ خالد، أهلا وسهلا فيك ومنورنا على طول برقان سبع خليج. نور نوركم. طبعا أستاذ خالد، بعيدا عن الألقاب، مين هو خالد وكيف بدأ مسيرة حياته في عالم الرياضة؟ أول شيء اسمي خالد علي الدوشي. بديت مسيرتي الرياضية من سنة 1997. كوني كرياضي عادي، حبيت اللعبة من نفس السنة تقريبا. تدرج فيها لين سنة 2007 بديت أشارك البطولات. حلو. بطولات محلية طبعا. وبعد البطولات فكرت أني أعمل بزنس وأعمل صالة خاصة فيني أنا. صالة تخص مش فقط البزنس، أني أخدم الوطن بدعم لاعبين المنتخب من لعيبة كمال أجسام والقوة البدنية. حلو. وبديت المسيرة الفعلية من 2010، افتتحنا الصالة وبدينا بالشغل الحمد لله. طبعا استاذ خالد، خبرني اكثر عن بدايتك في البطولات اللي شجعك لافتتاح هذا الجيم، شو كانت بطولاتك؟ انا كنت العب قوه بدني وليس كمال اجسام، اللي هي بالمسمى باور ليفتنج، مش رفع اثقال، باور ليفتنج قوه البدنيه. كوني انا امتلك القوه فحبيت اللعبه، بديت اشارك بطوله ورا بطوله، الحمد لله شاركت اكثر عن 30 بطوله. اقل مركز عندي مركز الثالث مرتين، وكله مركز الاول الحمد لله ما شاء الله بالقوه البدنيه. ولاحقا فكرت ليش ما افتح صاله رياضيه اطور من نفسي وافيد لاعبين اللي يحبون لعبه الكمال السام والقوه البدنيه. جميل. بداية انطلاقتك في خطوط سلم النجاح في عالم رجال الأعمال في بنائك لهذا المركز الرياضي. نعم. بداية إنشائك لهذا المركز، إيش الأسس والقواعد اللي وضعتها لجعل هذا المركز تميز عن باقي النوادي الباقية؟ طبعاً صالات الرياضية كثيرة في دولة الإمارات، في كل إمارة أكثر عن 100-150 صالة. أنا منذ افتتاحي صالة تكساس أنا كان هدفي الوحيد أني أخدم فئة معينة من الشباب والناس، يعني المجتمع. تميزت اني ركزت على البطولات، ان اللاعب مثلا واحد يكون وزنه وايد زايد، يكون تارجت بيني وبين اللاعب اني انزل وزنه. والهدف الثاني بطولات وادعم منتخب الامارات من كمال اجسام والقوه البدنيه، هدفي الاساسي. والحمد لله وصلنا لعدد فوق 13 لاعب الى 16 لاعب من صاله تكساس يمثلون دولة الإمارات في جميع المحافل الدولية والمحلية. جميل. من 2011 تقريبا. وجود الأجهزة الرياضية. نعم. كيف تمك اختيارك لهذه الأجهزة الرياضية وعلى أي أساس؟ والله الأجهزة الرياضية اخترناها على حسب بعض الخبرات من أصحابي بعد القدام، ولكن الأساس أني أنا كنت مكمل في اللعبة تقريبا 17 سنة 15، فأختار الجهاز ولا نوع الرياضة المماثلة للشخص اللي يستفيد منه. فريق المنتخب. المنتخب اول شيء بديت انا من 2011، بديت انا ادرب بنفسي من فتحت الصاله 100%. قمت باشراف اللاعبين مع الايام خطوه بخطوه خطوه. من 2013 انا بديت البطولات
الخارجيه والمحليه باشرافي انا 100%. ومع خبرتي الايام والتدريب مع كثره اللاعبين تعلمك الخبره. صح. والحمد لله تعلمت. واول بطوله شاركناها هي بطوله كويت 2013 بلاتينيوم. جميل. وبعدها 2014-15 أورنت كلاسيك وعقبة أستراليا. أنا أكثر لاعبين يشاركوا بطولات خارجية. جميل. طبعا هذا المركز نحن مرينا فترة ما يسمى بجائحة الكورونا. كيف كانت انطلاقتكم بعد هذا الموضوع في عالم التعقيم عالم النظافة؟ أول شيء بعد فترة التعقيم الوطني يبنى شركات معتمدة أن يعقمون الصالة كاملة لسلامة الزوار وسلامتنا نحن وسلامتكم. ثانياً نحن الصالة الوحيدة أستاذي في دولة الإمارات يمكن في الخليج يمكن في العرب إن الصالة كاملة تعتمد على البرايفت فقط وليس المشتركين. صالتنا صالة برايفت إن في عدد معين فقط، يعني طول اليوم الصالة الرياضية يمكن فيها 8 إلى 10 أشخاص نركز عليها حتى نأهلهم على الهدف اللي هم يبونه على حسب الهدف. جميل. صالة يعني بمسمى برايفت جيم. نايس. يعني ما فيها مشتركين، ما في أي حد يقدر يدخل الصالة يشترك ويتمرن. لا، أولاً عشان نركز على عدد معين من اللاعبين، ثانياً لسلامتهم بعد الأوضاع الاحترازية لمرض كوفيد 19. اختيارك للمدربين. نعم. اللي كانوا معك كيف كان؟ المدربين كل فترة يتغيرون، لكن الأساس أنا اللي أعلمهم. لازم أنت اللي تمشيهم على الخطة وأنت اللي تعطيهم البرامج حتى يفيدون اللاعبين اللي عندك، ما يمشي على مزاجه. طبعا استاذ خالد خبرني اكثر عن البطولات اللي احرزتها من قبل الكابتن خالد البلوشي، كيف احرز البطولات وما هي؟ احرزنا كوني كشخصي حرزت اكثر عن 30 بطوله او 28 بطوله لا يذكر الرقم، لكن كدعم لمنتخب الإمارات من اتحاد الكمال أجسام والقوة البدنية أنا أحرزت سنة 2019 إجمالي ميدالياتي 80 ميدالية ملونة من ذهبية وفضية وبرونزية، وأحرزت 3 ميداليات بطولة العالم 2019 اللي استضافتها إمارة الفجيرة غير البطولات الدولية في دبي. إجمالي البطولات والميداليات 80 ميدالية الحمد لله، وأكثر عن 14 لاعب منتخب لدولة الإمارات. تسع ميداليات وعد كرة العالم، ترقبوا جديد تكساس تيم مع منتخب الإمارات إن شاء الله. بعد خطوات هذا النجاح لوين تكون؟ عندنا خطة أن نتوسع في مجال الرياضة، بس ليس فقط في الصالات الرياضية، مثلا محل بروتينات، محل مكملات، نوسع تجارتنا على نطاق المحلي والإمارات الثانية، يعني إمارة الشارقة والإمارات الثانية إن شاء الله تعالى. طبعا نتمنى لك المزيد من تقدم الازدهار أكثر وأكثر. طبعا استاذ خالد لو توجهنا الان اكثر الى الامارات العربيه المتحده وانت احد ابنائها، الامارات وضعت لنا اساس كل النجاح وهو نعمه الامن والامان. نعم. كل انسان يبدا مسيره حياته خطوه نجاحه بهذه النعمه. نعمه الامن والامان ماذا تعني لك من ناحيه شخصيه ومن ناحيه عمليه؟ نعمه الامن والامان اهم نعمه نحن عندنا، نحن ننام في بيوتنا والبيبان مفتوحه ما نقفلها، هذا اهم امان عندنا. وتقدر كمجال انا كرياضه في اي وقت في أي ساعة حتى ساعة 3 ليلاً أو الظهر أو الصبح، الحكومة والدولة موفرة لك أماكن للرياضة خارجية من ممشى، من حدائق، من أدوات الرياضة الشبه اللي تقدر تتمرن عليها في أماكن العامة نفس ما أنت تعرف. فهذا أكثر شيء أنا أقول لك في أمان. الحمد لله ربعين. طبعاً الله يديمها علينا من النعمة
وتعم ايضا على جميع الدول العربيه والاسلاميه ايضا استاذ خالد. آمين. طبعا هذه النعمه لم تاتي من الفراغ، اتت بفضل الله عز وجل ثم بفضل قياده الحكيمه قياده الرشيد الموجوده في الامارات. ما هي رساله الشكر يوجهها سعاده الكابتن خالد البلوشي الى شيوخ وحكام الامارات على ما وفروه لنا من نعمه امن وامان وبيئه الاستثمار؟ نشكر حكامنا من رئيس الدوله الشيخ خليفه الله يحفظه وولي عهده محمد بن زايد، والى حكام الامارات جميعا، والى شيخ سلطان حاكم اماره الشارجه بتوفير كافه السبل الناجحه للرياضيين ودعمهم اللامحدود لهم من كل النواحي، من الصالات الرياضيه، من الدعم المعنوي، من الدعم المادي. كلمة شكرا لين تهديها لأشخاص مميزين بحياتك كانوا داعمين لك منذ البدايات. طبعا الشكر الموصول اللي معاي في الصالة شريكي طبعا الأستاذ عبد العزيز إبراهيم برنجين، هذا الإنسان ما أوفي بشكره، هذا اللي واقف معاي من 23 سنة دائما معاي، وحتى في الصالة معاي يوم فتحنا الصالة أنا هو رواحنا فتحناها مع بعض فتحناها، فشكري خاص موصول له لأخ عبد العزيز إبراهيم برنجين وأصحابي جميع اللي معاي وقراب مني وأهلي وخاصة دعوات أمي. طبعا في نهاية برنامجنا نتشرف لأن احنا استقبلنا أحد ممثلين هذا الوطن العزيز على قلوبنا، من الأشخاص الذين دائما أبدا يفتخرون بعزيمتهم وقوتهم في إثبات قوة الإمارات وعزيمتها بين دول العالم. شكرا. طبعا شكرا لك أستاذ خالد، شكرا لاستقبالك الرائع لنا، وأرجو أن تسمح لكبرة سماء الخليج بالتجول داخل هذا النادي الرياضي لاستعراض بعض من لقطات الصور والفيديو لهذا النادي الرياضي المتكامل. شكرا جزيلا لكم وعلى استضافتنا لكم، ونحن موجودين لدعم الشباب ولدعمكم. شكرا لك أستاذ خالد، وإلى هنا أعزائي المشاهدين في النهاية انتظرونا بحلقة جديدة كما عودناكم، ودمتم بأمان الله.